عندوش سوفيستيكاسيون في البرلمانيين المسؤولين ديال الحزب ما غاديش نكتشفو حتى 26 عام نضم داهم نقولو راه حنا درنا هادي وما درناش هادي، ولكن فات الوقت. هذه مرحلة تقييم ديال العمل السنوية غادي تكون بمختلف هيئات الحزب، هادشي كيتجمع وكيدخل الحزب وكيتفرق وكيدير له التحليل وكنخرجوا منه العناصر الأساسية، وهذه هي طريقة جديدة ديال المساءلة والمحاسبة والمواكبة والمتابعة والانتقاد كذلك. كانت هي في القسم الأول خرجت من القسم ومشيت درت واحد جولة في التاريخ وفكرت بال يعني بالحزب وقت النشأة كيفاش عاش واحد المراحل ديال الأزمة كيفاش واجه وكيفاش استطاع يكون حاضر في لحظات الأزمات. كملنا هادشي كله جينا لواحد القسم واحد آخر الأخير كنتكلم على الانتخابات في الحسين ومكناس. ولما كنت كنتكلم على الانتخابات في حسين ومكناس ما معنيش فيها المغاربة كاملين، نعني بها ديك الساكنة ديال مكناس والحسيمة. وقلت أودي شي إخوان ما بغيتش نسميهم احتراما، حنا ماشي خصوم، حنا منافسين منافسين سياسيين، حتى واحد فينا ما غادي يزول الوطنية على شي واحد اخر، كاملين بينا وطنيين، لكن نختلفوا في مجموعة من الأمور، في قضايا التنمية، في طرق الاشتغال، في كيفاش كل واحد كيفاش كيشوف الأمور كيعالجها من واحد الزاوية اللي كتلائمو، ولهذا السبب كاين تعدد وكتعدي التنظيمات الحزبية لا تشبه بعضها البعض. كل حزب عنده نمط ديال الاشتغال ديالو، عنده النسق الاشتغال ديالو، عنده القناعات ديالو. وإلا كنا بحال بحال علاش غادي نديرو 40 حزب؟ غادي نديرو حزب واحد فقط لهذا الاختلاف. وقلنا حنا اختارينا التجمع الوطني الأحرار لعدة أسباب، أنتم سمعتوا منا جزء كبير وأنتم ذكرتوا الجزء الآخر. في ختام هذا النقاش قلت أودي راه قبل ما تظهر النتائج، كنتكلم على النتائج ديال الانتخابات وأزن كلامي بشكل دقيق والمصطلحات ديالي بشكل دقيق، ما عدا ملي كيوقع تقطع المونتاج كتلقاني شي حاجة وحدة أخرى. قلت أودي الإخوان اللي كانوا كينتظروا النتائج في الحسيمة وفي الكناس وصلت 4 ل 5 د 20 بداو كيوجدوا لي بوست كينتظروا نشفوا غادي ينزلوا علينا يقول لك هاهما مابقاش بغاهم الشعب هاهما جرى عليهم هاهما دار بهم هاهما نشفوا في الانتخابات هاد الدليل ان المنتج كذا كذا كذا. لكن لما ظهرت النتائج وجات الحسيمة هي الأولى أخ ديالنا السي بوطاهر بوطاهري، جات مكناس الأخت صوفيا الطاهري هي الأولى وربحنا النتائج. قلت أودي الإخوان راه باتهم راضيين اللي كيصوبوا لي بوست باش تدقيق جات في هذا الخطاب طبعا بحال قطوة دابا بغي قطوة نتكلم دارو قطوة دارو المونتاج وقالوا المغاربة فيما يتعلق بالهاشتاغ ديال خنوش إرحال كلكم متفقين بأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت كونية، من أي مكان في العالم يمكن لك تصدر شي أن بوست وتتكلم. احنا كمغاربة داخل أرض الوطن داخل الحدود لا يقلقنا ولا يزعجنا أي مغربي داخل الوطن أو خارج الوطن يحمل البطاقة الوطنية المغربية لا يزعجنا بملاحظاته. كل من لم يحمل البطاقة الوطنية المغربية أنا ضده. و
شي واحد انا ضدهم اللي ما كيحملوش البطاقه الوطنيه المغربيه، مشغولينش فينا حنا كمغاربه وكيفاش غنشتغلوا كمغاربه. يمشيو يقادوا النظام ديالهم ويقادوا الانتخابات ديالهم وتكون نسبه المشاركه واصله 50% وتصوت على الدستور ديالهم 70%، وهذو مجروا احسن الى ما كتكلم. من واجب التحفظ كرئيس مجلس النواب ما بغيتش ندخل في هاد التفاصيل، انا عطيت اشاره، عطيت اشاره مع الاسف تحركات واحد الاله، واش من الداخل واش من الخارج باقي ما عارفش، غادي نعرف. اخوان ديالنا مغاربه من هنايا بحسن نيه يكتوون باسعار او ارتفاع الاسعار، خلو تيقعدو في الحملة بشكل بريد بريد، لكن هناك من عنده أجندة، وكنعاود نأكد الذين لا يحملون البطاقة الوطنية المغربية، عاوتاني باش ما يقطعوش عاوتاني خرج القطاع البيروقراطي، حنا ما كندخلوش في الشؤون ديال الآخرين. خرج الهاشتاغ الأول ليسونس 8 درهم اعتقد وماسونس 7 درهم هكذا، من بعد كتجي تحت منه اخنوش ديكاج اللي دارت بالفرنسيه، من يتكلم باللغه الفرنسيه لا يتقن اللغه العربيه، واش حنا الشعب المغربي؟ ماشي انتاج مغربي، ماشي انتاج مغربي. في الاختتام الدورة البرلمانية التشريعية السابقة ديال الأولى، كان عندي لقاء مع السي يوسف الهيسي في صحفي مقتدر في موقع مدار 21، وقلت بالحق ما فصلتش، نحن في حالة حرب، نحن في حالة حرب، ماشي الحرب بالأسلحة لكن حرب ديال البروباغندا، حرب ديال البروباغندا. الناس كيعلقوا المشجر الفشل ديالهم على المغرب، اي حاجه وقعت في المغرب، اي حاجه وقعت في المغرب. وانا كنتاسف الاخ سيمون اللي شعلت عنده العافيه في العيش، ما قلتش راه هذاك الدوله اللي اتهمت المغرب شعل العافيه في شي مناطق ديالهم انهم هما تاهما جاو، شي حوايج ما كيدخلوش للعقل. المغرب لا يعلق فشلهم، كنتكلم عن المغرب كدولة كمواطنات كمواطنين بجميع الأطياف ديالنا السياسية، اللي متفق معنا واللي ما متفقش معنا، كاملين نتنافس في الساحة السياسية، نخاطب بعضنا البعض، نتجاوز الحدود في بعض اللحظات، لكن لما كتنوض قيد حرية كتولي تدخل سوق راسك، يتوحد المغاربة كلهم مع القيد حرية الحرية ومع الوطن مع المغرب بدون نقاش. ما يتعلق